سلمان العنداري معنا من بيروت. إذا هو خطأ فني وفي مخزن للأسلحة لحزب الله، هذه المعلومات الأخيرة سلمان، ما الجديد؟ نعم، انفجار عين قانا في جنوب لبنان، انفجار ضخم، هناك عدد من الإصابات أو الجرحى، رغم أن حزب الله أو مصادر حزب الله تحدثت لوسيلة إعلامية لبنانية وقالت أن لا استهداف لأي قيادي في حزب الله وبأن لا إصابات جراء هذا الانفجار. الجديد في هذا الموضوع بأنه تم حصر الفرضيات التي عرضت قبل نحو ساعتين. قيل في بداية الانفجار بأنه ناجم عن حريق في خزان للوقود، أيضا حريق في محطة المحروقات، ولكن اتضح فيما بعد بأن الموضوع أو الانفجار حصل في منزل تابع لحزب الله في مستودع أسلحة، ربما حزب الله أو أحد عناصر حزب الله يستخدمون هذا المكان لتخزين الأسلحة أو لاستخدام الأسلحة فيه. حتى الساعة هناك طوق أمني فرضه حزب الله في تلك المنطقة، هناك أيضا ترقب عن بيان ربما قد يصدر عن حزب الله في الساعات القليلة المقبلة أو بيان رسمي من الجيش اللبناني. إضافة إلى ذلك يعني سيارات الإسعاف التابعة للصليب الأحمر اللبناني وأيضا الإطفاء من الدفاع المدني عملت وتعمل على إخماد الحريق، وتظهر الصور فضيلة بأن هناك دمار كبير في محيط هذا الانفجار، في الممتلكات، في الأبنية المحيطة، وفي المنزل الذي حصل فيه هذا الانفجار، وهو يطرح علامات استفهام كبيرة. هل هو مخزن في منطقة سكنية؟ ماذا حصل بالفعل في تلك المنطقة في جنوب لبنان؟ وهل سيصدر الجيش اللبناني بيان رسمي عن حقيقة ما حدث؟ هذه هي الأسئلة المطروحة بعد انفجار الجنوب. شكرا سلمان العنداري في بيروت.